بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل في البرنامج المخصص لمقية مدخل علم القانون، سوف نتعرض إلى الفصل الثالث مصادر القانون. سنستهلك الدراسة العددي والتعريف، دائما اللغوي ثم الاصطلاحي. فيما يخص المصدر لغة، هو أصل الشيء أو المرجع الذي يرجع إليه الشيء، أو مقدمة الشيء، أو أول الشيء. أما اصطلاحا فيقصد بمصدر القانون المنبع الذي تتكون منه القاعدة القانونية. وقد ميز الفقه بين نوعين من المصادر، مصادر مادية ومصادر غير مادية. ومن خلال هذا التقسيم انقسم الآراء الفقهاء أو انقسم الفقهاء إلى فريق مؤيد وآخر منكر. فبالنسبة للفريق المؤيد للتقسيم، يرى أن القواعد القانونية لا تنشأ من العدم، بل من الواقع الذي يمنح لها الحق بالوجود. فالوقائع هي التي تعبر عن حاجة الأفراد إلى قواعد تنظم سلوكيات معينة أفرزها واقع، سواء كان هذا الواقع تراث طبيعي أو تاريخي أو ديني أو اقتصادي أو اجتماعي. فكل هذه الوقائع تدفع السلطة التي تمثل المجتمع إلى المبادرة بالقانون لسد حاجة الناس إلى مثل هذا النص. وعلى هذا الأساس، ليس التشريع مثلا سبب منشئ والوحيد للقاعدة القانونية، إنما هو سبب منتج لها. هو السبب المنتج لها هو الواقع المادي، والتفرقة بين سبب المنشئ والسبب المنتج للقاعدة القانونية هو المفتاح لفهم تقسيم مصادر القانون إلى مصادر مادية ومصادر غير مادية. أما الفريق المنكر فيرى أن اصطلاح المصدر ليس له إلا معنى واحد، وهو المصدر الرسمي، أي السبب المنشئ للقاعدة القانونية كالتشريع والشريعة والعقد. أما المعاني الأخرى التي استخدم فيها اصطلاح المصدر فهي معاني غير معبرة عن هذا الاصطلاح، ويؤدي استخدامها إلى خلط لا مبرر له. ومع ذلك اصطلاح المصدر المادي للقاعدة القانونية يؤدي إلى خلط بين المصدر والمضمون، وهو ما يتحقق بسبب إصلاح المصدر التاريخي الذي يندرج بين المصادر الموضوعية، وكذلك اصطلاح المصدر التفسيري، حيث أن التفسير يرد على القاعدة سبق وجودها، في حين أن المصدر يتعلق بالخلق والإنشاء. ومثل هذا الرأي المنتقد من حيث كونه يجعل القانون كظاهرة محايدة جاءت من العدم، في حين أن وراء كل قاعدة قانونية خلفية سياسية، اجتماعية، اقتصادية، تاريخية إلى غير ذلك، هو الذي يبرر وجود القاعدة من عدمها، لأنه المصدر الذي من خلاله يقتنع المكلفون بالقاعدة بجدوى إعمالها. لهذا سوف نتطرق إلى المصادر المادية للقانون. فأجمع أغلب الكتاب أو الفقهاء على تعريف المصادر المادية للقانون، لأنها تلك المصادر التي تستفي منها القاعدة القانونية موضوعها أو مادتها، فهي مصادر مختلفة ومتنوعة حسب محل كل قاعدة قانونية، سواء كان هذا المحل ذو طابع اقتصادي، اجتماعي، سياسي، كما له معايير خاصة به. لهذا سوف نتطرق إلى مكونات المصادر المادية كمطلب أول، ثم معايير المصادر المادية في مطلب ثاني. فيما يخص نقطة مكونات المصادر المادية، فيتكون المصدر المادي للقاعدة القانونية من بنية فوقية وبنية تحتية. فيما يخص البنية الفوقية، تتشكل هذه البنية
من جملة من المعتقدات والأنظمة التي تؤثر على قوى الإنتاج في المجتمع، سواء كان هذا الإنتاج مادي في شكل منتجات فكرية أو إنتاج معنوي في شكل منتجات فكرية أو خدماتية. وتخضع هذه البنية لطبيعة النظام المهيمن والذي نميز في إطاره بين ثلاث أنواع من النظم. النظام الأول النظم الإقطاعية أو الملكية أو الديمقراطية، فتتميز هذه النظم بتقديسها لحق الملكية العقارية باعتبارها أعلى أشكال الملكية، وتقسم الشعب إلى طبقتين، طبقة الإقطاعيين ويمثلون كبار ملاك الأراضي، وطبقة الأقنان وهم المسخرون لخدمة العقار وهم أشبه بالعبيد. النقطة الثانية هي النظم الرأسمالية، وارتبط وجودها مع الثورة الصناعية التي عرفتها الدول الأوروبية، وتتميز هذه النظم بتقديسها بالملكية الخاصة تبعا لمقتضيات قاعدة اتركه يعمل دعه يموت الموضوعة من طرف آدم سميث. وتتخذ هذه النظم عدة أشكال، من بينها الرأسمالية المتوحشة التي تمنح الحرية لرأس المال الخاص والحرية الخاصة، والتي تتقيد بتدخلات ظرفية للدولة والرأسمالية الاجتماعية، وتحاول التوفيق بين مبدأ حرية رأس المال ومبدأ التضامن الاجتماعي. النقطة الثالثة هي النظم الاشتراكية، ومرت هذه النظم بمرحلتين أساسيتين: مرحلة التنظير على يد كارل ماركس في كتابه الرأسمال وإنجلز، وتبشر هذه النظريات بعصر جديد يستولي فيه العمال على السلطة ليس كراية بل كوسيلة لتحقيق الشيوعية، فمرحلة أخيرة للاشتراكية. ومرحلة التكريس مع نجاح الثورة البولشفية في روسيا، حيث أقامت لأول مرة في التاريخ دولة اشتراكية تقوم على مبدأين: مبدأ الطبقية وسيادة الدولة للعمال، ومبدأ الملكية الجماعية التي هي أعلى أنواع الملكية في الدولة الرأسمالية، وتحتل المصلحة العامة الأولوية في النظام الاشتراكي، ويكون فيه العمال منتجون مسيرون، وغاية هذا النظام الوصول إلى شيوعية قائمة على قاعدة كل حسب حاجته. الفرع الثاني أو النقطة الثانية هي البنية التحتية، فتتشكل البنية التحتية من مجموعة من القواعد مثلا نأخذ القواعد الطبيعية، فهي ناجمة عن نوعين من العلاقات: علاقات قوى الطبيعة فيما بينها وقوى الطبيعة مع البشر. لدينا القواعد الدينية المستلهمة من الدين أيا كان مصدره سماوي أو غير سماوي، وتمثل هذه القواعد جملة المعتقدات الغيبية أو التي يتوصل إليها الإنسان عن طريق العقل. هناك القواعد التاريخية، وتمثل هذه القواعد مجموعة الأحداث التاريخية التي عرفها شعب ما والتي شكلت فيما بعد نتيجة تراكمها هوية اجتماعية وثقافية. هناك القواعد الاجتماعية والتي تتمثل في مجموعة القواعد التي تؤثر سيرورة المجتمع وتتحكم في نسيجه الاجتماعي كمؤسسة الأسرة وأهميتها في المجتمع، أو مؤسسة الريف وعلاقته بمؤسسة المدينة وظاهرة الهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية وما ينتج عنها من ترحل أو استقرار. هناك القواعد السياسية مثلا، فهي عبارة عن قواعد نابعة عن وجود الدولة في حد ذاتها، وهي تتأثر بالقواعد السابقة وتسعى إلى تنظيمها وضبطها من خلال السلطات التي تتمتع بها، سواء كانت سلطة تنفيذية تشريعية أو
قضائية. فيما يخص المطلب الثاني، معايير المصادر المادية، فهناك معياراً أساسياً للمصادر المادية متمثل أولاً في معيار المصلحة. إن كل مصدر مادي للقانون له بالضرورة مصلحة يراد حمايتها، أو فكرة المصلحة فكرة غير محددة المعاني ويصعب تعريفها لاختلاف مضمونها من نظام لآخر. فالمصلحة عند الرأسماليين تعني الملكية الخاصة وتأمين حريات فردية للمواطنين، أما المصلحة عند الاشتراكيين هي الملكية الجماعية والميل إلى تفضيل الحريات الجماعية على الحريات الفردية. أما المصلحة عند فقهاء الشريعة فتتمثل في تطبيق أحكام الشريعة في قوله سبحانه وتعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا فيما يخص معيار المصلحة، وبالتالي المصلحة تختلف من نظام إلى آخر. معيار السلطة العامة، فإلى جانب معيار المصلحة يقوم المصدر المادي على معيار مكمل له يشكل الشق الثاني من المصدر المادي المتمثل في السلطة العامة، والذي يقصد به نظام سياسي لدولة معينة. فلولا هذا النظام لسادت الفوضى. إنه المعيار الذي يكفي المشروعية القانونية على فكرة اقتصادية أو اجتماعية من خلال قدرته على التشريع، وحتى في بعض الأحيان وضع قواعد عرفية. والملاحظ أن معيار السلطة العامة قد يكون معيار مصيري للمصدر المادي للقانون بالمعنى التشريعي والشرعي وحتى عرفي، إلا أنه يغيب عن هذا المصدر في حالة القانون الطبيعي. هذا باختصار فيما يخص المصادر المادية، وهي تسمية للمبحث الثاني الذي سوف نتطرق له في الحصة القادمة إن شاء الله، المعنون بالمصادر التعبيرية للقانون أو المصادر الشكلية، ما يعبر عنها بالمصادر الشكلية. وشكرا.